مساء الخير يا جماعة، وحلقة جديدة من حلقات سيف ذا وورلد. الحلقة دي هنتكلم عن البومبو. البومبو ده سلاح شفناه قبل كده في باتل رويال وجي عندنا في سيف ذا وورلد. طبعا أول ما شفته رحت مطوره على طول وخليته 130، ولما قريت الوصف بتاعه المكتوب فيه ان هو بيتميز ان هو بيقوم بالتفجير وكمان بالامباكت. طبعا رحت مطور طبعا البركات اللي فيه كلها فول جندري، وقلت اجرب اغير الدامج الاولاني خالص واخليه امباكت واشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، عشان نشوف بقى الدنيا والدامج والسلاح ده هيبقى ظريف ولا مش ظريف، وهنجرب بقى الدنيا ماشيه ازاي. اول طبعا ما ابتديت، طبعا ابتديت بريد لاين راميريز، ودخلت بقى قلت بقى انا طبعا بحب السلاح ده، اشوف المواجهات المباشره تبقى عامله ازاي. يعني دخلت طبعا لقيت نفسي يعني بصراحه بتروق جامد جدا. حسيت ان الدامج والكريت ريتنج والكريت دامج مع الامباكت مش شغال كويس قوي، وكمان اللود اوت ما كانش يعني مظبوط، والنتيجه في الاخر مت. فقررت ان انا اغير على طول البركات، لقيت الموضوع مش نافع خالص، فخليت تكنين كريت دامج ودخلت بقى ايه بالجونزي الباني جونزي. لقيت الموضوع ظريف جدا، والورك راي شغال جدا، والدنيا تمام، والدامج عالي جدا، فالموضوع استهواني جدا. فقلت يعني ايه الدنيا لطيفه واجرب بيه حاجه تانية، ولكن الموضوع استهواني تاني وقعدت العب بيه تاني واجرب واشوف الامباكت عامل ازاي. وزي ما احنا شايفين الامباكت، انا حتى كمان مش منشن على الهاسك على طول، افنشن جنبه عشان اشوف الامباكت بيأثر ولا بيأثرش. زي ما احنا شايفين اهو جنبه احواقع، فالامباكت والله شغال كويس. دخلت بقى على الاخت بتاع حبيبتنا بقى راميرز، كروميوم راميرز. الروب بتاعها قوي جدا وسريع جدا، وده كان شايفه كان عيب من عيوب السلاح ده، ولكن مع راميرز الدنيا جميله جدا وسريعه جدا، واللعب بيها ممتع جدا، وتحمست زياده جدا ان انا العب بيها اكتر واكتر، وكانت النتيجه انها يعني حاجه جميله جدا. وزي ما احنا شايفين اهو شغال دامج والدنيا زي الفل ومفيش اي مشكله خالص. طبعا اللود اوت بقى قررت ان اظبط اللود اوت بتاعي وارجع تاني للريد لاين، واحط طبعا الديناصورز والبلازما بلاست، واحط كمان السكال راميريز والكروميوم وطبعا الباني جونزي، ونشوف الدنيا تبقى ماشيه ازاي عشان نشوف النتيجه الاخيره. طبعا قلت بقى عشان المواجهات المباشره دخل عليا مجموعه من الهاسك بجميع الاليمنتس اللي موجوده في اللعبه من ووتر ونيتشر وفاير، والنتيجة زي ما احنا شايفين يعني الدنيا تمام جدا بصراحة. ريد لاين راميريز مع الكروميوم راميريز عملوا نتيجة هايلة جدا في الريلود والدامج، والدنيا بقت بسيطة وسهلة، وده اللي وصلت له لغاية دلوقتي. وزي ما احنا شايفين انا بتسلى عليهم خالص، والدنيا جميلة وسلسة، وتجربوا اللود اوت ده هيعجبكم قوي يعني. وزي ما احنا شايفين تمام، انا ما عنديش مشكلة. قلت بقى اجرب بقى البوبو مع السنايبرز واشوف النتيجة ماشية ازاي. وطبعا السنايبرز زي ما احنا شايفين الدنيا صعبة في المواجهات المباشرة، يعني حاجة كانت صعبة جدا. انا يعني رايي في موضوع السنايبرز مع البومبو يعني الموضوع مش ناجح قوي، لانه في القريب مش بيدي نتيجه كويسه، ممكن من بعيد ولكن من قريب بيدي مش نتيجه كويسه. وقلت اجربه تاني واشوف الدنيا ماشيه ازاي. برضو اول ما شاف حد من بعيد راح لقط الدنيا كلها، وانا حاولت اساعده. وبعدين زي ما احنا شايفين السنايبر مع البومبو بطيء جدا، يعني انت حتى وانت بتعمل ريلود سبيد
ريلود مع في البومبو، هتلاقي يعني الدنيا بتساعدك، ممكن تعملها نص مادة مادة كاملة، مفيش أي مشكلة خالص. مع السنايبرز الموضوع صعب جدا، فأنا ما انصحش إن البومبو يبقى مع السنايبر عشان هتتعب قوي في المشينات اللي أنت بتلعب فيها. طبعا زي شفينو طبعا السنايبر مات. عموما يا جماعة يعني متشكر جدا للمشاهدة بتاعتكم، وياريت على طول السبسكرايب واللايك وشكرا.